وين وقفنا في المحاضرة الماضية كنا واصلين في السؤال الأول قلنا A و B و C لو نبدو في راح أحد أنا جزء الامتحان أنك تفهم السؤال راح أقرأ السؤال وواحد يشرح ليش اللي هو بيشرح اللي هو سوم دار تاخذ اربع انبوت A B C D فهي فيها زوز اوتبوت X و Y هاي ال X تكون واحد لما الرقم يكون قابل قسمة على اثنين او الاحرى عدد زوجي هاي ال Y تكون واحد لما العدد يقبل قسمة عليه ثلاثة هاي ترى نعطيكم شوي كود تحاولوا فيه بعدين بدي ترسته بس 16 لو ما يقبلش دي صفر لو ما يقبلش القسمه دي صفر لو يقبل دي واحد لا صفر واحد ما فيش مكان كل نص كان ضاري كيف كان صفر تقسيم اثنين تمشي عادي صفر تقسيم اثنين صفر تقسيم اثنين شو الباقي صفر Yeah, my friends, they're not
طبعا هو هنا ما يعني الطريقه الصحيحه ان واحد يدير تروث تيبل بعدين التروث تيبل اللي هي كاميرا، لكن بحكم ان هنا السؤال سهل يعني شنو زوجي دير واحد فردي دير صفر، فانت مباشره تدير فصل الكاميرا. فخلينا نجول الاكس، جول اكس ما صفر شنو يدير لك؟ واحد واحد صفر اثنين واحد ثلاثة صفر أربعة واحد خمسة صفر ستة واحد سبعة صفر ثمانية واحد تسعة صفر عشرة واحد صفر واحد هذا نجول هي ما هي؟ هذا اللي يقبل القسمة على ثلاثة ما بس نديرهم واحد. بالضبط، اللي يقبل القسمة على ثلاثة نديرهم واحد. اللي هم صفر واحد لا اثنين لا ثلاثة أربعة لا خمسة لا ستة سبعة لا ثمانية لا تسعة عشرة 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 تلاحظوا هنا مش أي اختصار، ما هي مو كل واحد لو زي ما نقول يحكم ويطلب فيه إكسورات في النص، ما هي لكن هو زي ما نقول طلبها في أي صورة صورة
ديفينيشن قال لك يبي صورة سم أو برودكت. لو ما قال لكش فيها سم أو برودكت احتمال فيها اختصار أكثر. علاش؟ لأن كيف تبدأ الصورة هي زي متاع الشطرنج شنو يبدأ؟ يبدأ فيها إكس أو. واضح السؤال هذا؟ مش اكسنور بسيطة يعني تبطل تكتبهم وبعد ذلك تطلع عن المشترك وتذهب فيها فيها اختصارات هذا مش واضحة. نبدأ في السؤال اللي بعده. هاي ترى واحد يقرأ لنا يشرح لنا. عندك ستيت ماشين اهي يبيك دير ستيت ريدكشن راهي تو هنا شنو قال لك الامبليكيشن تيبل هذيك اللي احنا نستعملو فيها ونحطو في السطور هذيك الامبليكيشن تيبل راهي انت بتنحي ريدندنت ستيت اللي هي ستيت الزايد حاولوا فيها هنا يطلع لكم فيها مشكلة شوية حاولوا فيها شوية ونقول لكم علاش صارت المشكلة الامبليكيشن اللي هو تحطهم هيك ولا تحطهم هيك تحط الستيت وبعت لي الانبوت وبعت لي الاوت وبعت لي النكس ستيت هذه الاوت بتاعها الصفر والواحد نعطيكم البداية وانتم كملوا جماعة اللي ناسين الامبليكيشن تيبل شنو تو هنا شنو عندك الان باين شو الانبوت قداش عندنا انبوت هنا اكس واحد طالما لك هنا اتاكد صفر مرة واحد. ماشي. هنا الايه لو هي بصفر. بتعطيك الستيت بي. تمشي بي ولا؟ هي. تمشي بي وهنا الاوتبوت سموه واي. ماشي. صفر. ولو الاكس بي واحد. تمشي للسي. تمشي للسي والاوتبوت. تو زيرو. زيرو. بعدين لما نجوم شغلات النحو. كملوا التابل طيب بنكمل التابل معكم غير ساكت Thank you.
واحدة تمشي الـ A والصفر تمشي الـ B. كل يطلع على جدولك نفس الكتاب نفس الطريقة اللي خديناها احنا خاصة بأجهزة الميني. هاي شنو نوع الستيت ماشين احنا؟ مور. هاي المور في طريقة تانية باختصار. هاي فهذه تعتبر حاجة انتم مش واخدينها. هاي تختصر الموار ولا لا؟ ها؟ تختصر الموار ولا لا؟ باش نجي لا مش حتى تجي في انتهاء لا كويس. بالنسبة للاختصار بتاع الموار كيف نديرو فين؟ تشي في كل سطرين تشين قارن A و B تشبه لو متشابهين في كل شيء تدير صح ولو مختلفين تكتب الاختلاف لو بين A و B هنا B و A في اختلاف وهنا A و B وهنا C و C أقول طيب تشي هنا بين A و C دير بي دي
المحيط بين الـ A والـ D نادير B D نادير C بين بين الـ A والـ E A B C تعرف الـ بين الـ A والـ F B C بين G والـ A A B C ويستنى وش اللي بعدها بين الـ B والـ C A G بين الـ B والـ D B D A C C D C بين D و G C F C F D و E C F بين F و B B C G F و B C G C G حتى A B حتى A B D و G بين C و D C و D D A و C A D C D A D و C في فرق بالترتيب هو ترتيب يفرق بين C و F P D D D بين C و G C D C توا شنو ال C و G تشبه الـ A والـ B تشبه الـ outputs نتاعهم هل هما متساويات ولا لا؟ لو متساويات ندير هنا علامة صفر معناها هما الزوز نفس ستيت ندور على كل الـ A B هنا ندير بحثها صح صح في A B ها هي في الـ F في الـ F واحدة فوق يسار في الـ A هذه الـ AB الـ BD هل نفس الـ output ولا لا؟ B و D B و D مش نفس الـ output ولا؟ دير هنا علامة خطأ أنا هذا الصوص مش نفس السكيت مستحيل يكون نفس السكيت D شنية مسحنا؟ BD BD معنى كل BD نلقوا اللي تحت مباشرة بيدي هذه هي خطأ لو في واحدة خطأ كلها خطأ كلها خطأ هذه هي خطأ هنا بيدي 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 بيدي
F هي مختلفة خطأ مش التالية هي صح وخطأ تمشي خطأ في زون ذيك عشان تسير آه كل ما بعرف لا هذه F C F صار أنا استطيع ماشي C G C G خطأ سي جي اللي جنبها جنبها بس سي جي مختلفة الدي كلها الدي فوق جنبها كلها بتنخط هذه دي مختلفة مختلفة هذه خطة 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 هذه اللي فوق سي اف حتى هي هذه اي دي قالك ستيت A و B عبارة عن نفس ستيت لا وعندك E F عبارة عن نفس ستيت و G A G E عبارة عن نفس ستيت و F G نفس ستيت تلاحظوا هنا شنو نفس الحروف كلهم فممكن تعتبر ان هادو الثلاثه كلهم ستيت واحدة هي اي اف جي معناها شنو يبقى عندك ستيت اسمها اي بي وسي بروحها اي بروحها واي اف جي ما هي شنو الاوتبوت نتاع الاي بي صفر الاوتبوت نتاع السي الأوتبوت متاع C واحد صفر صفر الأوتبوت متاع D واحد و G F G صفر فخرج رجع الستيت هنا الـ A والـ B زوز الأوتبوت متاعهم صفر أشني؟ ما تشوفوا الـ A كيف تبدأ صفر تمشي دي الـ B الـ A كيف تبدأ صفر تمشي دي الـ B أنت تبدأ صفر ترجع من جديد ها؟ والـ B كيف تبدأ صفر تمشي للـ A B كيف تبدأ صفر تمشي للـ A ما الـ B كيف تبدأ واحد تمشي للـ C والـ A كيف تبدأ واحد تمشي للـ C فشني هما نفس الستيت الـ C شو الـ output متاعها صفر الصفر كيف تمشي الـ C كيف تبدأ صفر تمشي للـ B تبدأ واحد نفس ما تو خلي الدي بروحها روح بروحها الدي الأوتبوت واحد ما الدي كيف تبدأ صفر والدي كيف تمشي واحد تمشي الدي الدي إف جي شين الأوتبوت بتاعهم صفر يعني خلينا نشوفه الـ E كيف تبدأ صفر تمشي بـ من A مظبوطة الـ F كيف تبدأ صفر تمشي صفر الـ E كيف تمشي صفر تمشي الـ A والـ F كيف تبدأ صفر تمشي لي الـ B نفسه والـ G كيف تبدأ صفر تمشي لي كيف تبدأ واحد الـ F
لو هي واحد تمشي للجي نفسها، لو هي واحد تمشي لي طبعا الطريقة هي ما تمشيش مع الميلي، الميلي تمشي انت خلصان الصفات بس هي تمشي بالموت يتبقى طبعا من الأول تبقى من الفرق كيف تزبط ميلي ولا موت؟ الميجي كيف كنا ندير فيها الميجي؟ لو لقينا صفين نفس بعض بالضبط تخط على واحد منهم وتعوض بالثاني برمز الأول. فالميجي اختصار أصعب، مرات تحط الجدول وما عندك شيء يختصر، لكن ما تقدرش تختصره بسهولة الميجي، لكن مور حدك يبانك هل تقدر تختصر أكثر. طبعا هذا مش جزء من المنهج، هذه واحد من نقاط الضعف يعني. كان واحد واحد خمطوا يد خلينا نجيو توا هنا شنو عطاك هو؟ عطاك ستيت تيبل لكن مش عطاه بالصورة المرتبة. فهذه يعني واحدة من المشاكل اللي ممكن يزيعوا فيها الطلبة. هاي بيبيك دير ستيت اسايمنت شنو قالك؟ قالك الـ A عبارة عن 0-0 الـ C 0-1 الـ D 1-1 والـ E 1-0 ما هي؟ وقالك يبيك تنفذها باستعمال JK مدخل فرض عليك هنا مجيش توازي انت JK ما هي؟ وتستعمل Logic Gates ما يبيك دير Flip Flop Excitation شنو يعني Flip Flop Excitation؟ يعني كيو ولا كيو بلس اي بي كي مابس بلاحظ اي بي فليب فلوب انبوت اكسايتيشن اكويشنز اللي هو جي جي اي جي 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 جي
مور علاش بتقول يعني مور لأن الأرض فيها تبدا الستيت كان هذا يبدو في زوز لا يلا أعتقد بعدها يبدي الرسمة بتاع شيء كل شيء مور لأن كل ستيت عندها أوتبوت واحدة يعني شم مفروض إن الإنبوت ما فيش علاقة أول خطوة ندير ستيت تيبل بصفار الواحدة هذه أول خطوة نديرها تو يعني نديرها غادي كانوا أنا ساكت دكتور شنو تقدر تسوي في ماشي مفهوم شنو تستفيد منها عادي هي خطوة ضخمة جدا لكن كانت سهلة عليك ممكن هذه أصعب خطوة يعني قصد السؤال Thank you.
مين قاعد يحاول في ستيت كابل؟ كمية تمام. ركزوا معي ستيت تيبل كيف جبنا؟ ما هي؟ هنا تو حطوك في صورة رموز، ما هي؟ لما تحطوه في صورة باينري، تو هنا كداش عندنا فليب فلوب؟ زوز. علاش؟ لأن كل ستيت وسطها زوز بيتس. كداش عندنا إنبوت؟ واحد. هون حاط لك الإكس. معناه شنو بدير فليب فلوب الاول فليب فلوب الثاني والانبوت بعدين تحط صوره باينري زي ما معناتها تجي 0 0 شنو قال لك عليه هو هذه هي ستيت اي وهذه هي ستيت سي هذه هي ستيت دي وهذه ستيت دي كيف تبدا في ستيت اي يجيك الانبوت صفر وين تمشي؟ نفسه تشعر بالضبط شوفوا صفر صفر تمشي لي صفر صفر كيف تبدا ستيت اي ويجيك واحد سي سي على هذه اي هذه سي سي كيف تبدا في ستيت سي ويجيك صفر تمشي لي كيف تبدا ستيت سي ويجيك واحد تمشي لي ستيت سي سي فهمين تحويلة كيف جاي هذي؟ ها؟ اي صفر اي واحد اي دي صفر دي دي واحد اي شو مزال ما جبتش انا؟ الاوتبوت الاوتبوت في الهي شو يساوي؟ صحيح معناه هنا صفر صفر كل صفر في الدي اس و هنا صفر 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 بعدين قلنا اكسايتيشن تيبل هذا الاكسايتيشن تيبل من الاكسايتيشن تيبل نطلعوا جي والكي بتاع ما تو في جي اي في البدايه عندنا صفر صفر دونت كير معناها الكي شنو هي؟ دونت كير وهنا لو كيو بلس صفر هي صفر لو كيو بلس واحد هي واحد هنا تمشي صفر صفر واحد صفر وهنا العكس هنا بالعكس ها تمشي عكسها وهنا شو نستخدم تعمل واحد جولة هي هي تبدأ don't care don't care don't care don't care don't care بس الصفر نفسها هنا صفر واحد الواحد عكسها واحد هنا نفسها هنا عكسها صفر واحد تدير كيما فهي كيما بنتاع 8 وش بقى 16 بس لكن كيفاش واحدة مجموعة 4 كيما هنا عندك A B B هنا شو عندنا؟ صفر صفر واحد صفر دون كيرا شو طلعت؟ هنا جي اي
يعني لولا صفر واحد البداية هي كيف نطلع فيها excitation table هنا شنو بدير بدير هنا كيو كيو بلس حط الاحتمالات كلها صفر واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد بعدين هنا نشوف شنو المفروض تحط بمداخل الجي كي باش تغير من صفر الى صفر احتمالية يا اما no change صفر صفر no change دي هي صفر صفر يا اما دي reset reset اللي هي شنو صفر واحد معناه الجي لازم ديرها صفر فهنا تكتب صفر والكي ما يهمش ما هي نفس القصة هنا يا اما توجل واحد يا اما صفر واحد صفر معناه هنا لازم واحد الثانية بنفس الشيء فهي واحد صفر واحد هذا سؤال بدينا في الريجستر زي هنا قال لك one bit shifter defined as follows أعطيك التعريف نتاع الشفتر قال لك الاوتبوت نتاع الشفتر زوز انبوتس بي و اس فهين قال لك لو الاس بواحد و البي تساوي واحد معناها ياخذ البت اللي قبله فهين ولو الاس بواحد
والدي بصفر ياخذ بت اللي بعده، ولو الاس بصفر يقعد مكانه نفسه نو تشينج. صفر كيف ممكن تكبر باش يبدا انبت؟ كانت 0-1 هاتي نفسها وكانت 1-0 ياخذ من اللي بعدها هذه نسميها كيو بلس وكان 1-1 ياخذ من اللي قبل يمين واليسار نعتبر ها شنو تاخذ مين واليسار طبعا هل الون بت شفت الديره زي هيك ما هي هذا الون بت تو سؤال ثاني تطلب منك كيف ديره ان بت فانت شو بتدير بتدير واحده على اليمين واحده على اليسار بعد تقول لها ما الكلوك نفسها هاي والسيلكترز نتاع المولتيبلكسرز نفسهم هاي التول الاكس بلس اللي هي البت اللي اعلى منها هاي اكس بلس هي البت اللي اعلى منها معناها هذه الاكس بلس وهذه الاكس ماينس انا هذه شنو هذه توصل هناك وهي من وين جي؟ جي من هنا وهذه خشوا لها الاكس ماينس شنو يخش لها؟ الاكس ماينس هي هنا باي بعدين تقولوا نفس التوصيل على اليمين
نفس التوصيله على اليسار. طبعا احنا ناقص المولتي بلكس اللي بعدها هي اعلى منها في الفين فهي اللي بعدها اكس بلس الاخيره على اليمين تاخذ من على اليسار اكس بتاخذ من اليسار كيو تاخذ من الكيو صح السلك انا دخلت نفسها صح مش نفسها انت خديت قبلها لا ما انت خديت اللي تعود في نفسها خديت من السلك رقم واحد هذه البلس والماينس بياخذ من اللي بعدها على اليمين اللي هيك بلس مش ماينس ماينس ضحكت مرة اخر سؤال جيوم اعتقد انه مش حيسيبنا وقت اكثر من ممكن راح اشوفها هذه شن الاف متاعنا 3 4 8 9 10 11 12 في اول حاجه يبيك مره باستعمال مالتي بلكسر 4 في 1
شنو السلكترز اللي نوازيهم من هنا؟ أما السلكترز اللي نوازيهم؟ A و B. طبعاً هي مش شرط A و B لكن أسهل في التروث تيبل يعني مش نشوف. عندك A و B. شنو يخش في الجهة الأولى؟ شنو هي الدالة هذه؟ هذه AND اللي هي CCD. وهي نور لا نور لا نور لا نور 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 اللي بعدها بعد نان نان الأخيرة تو الثانية فيها سلكتر واحد شنو السلكتر اللي وزنه هنا؟ خاش وسطها زوز زوز كيف نطلعهم؟ الكيمان دير هما الأولاد كيمان بعد الهما الثانية كيمان شنو هالي؟ صفر 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 واحد خلي واحد صفر 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 ما فيش مثل هذه دي سي دي هذه عبارة عن شنو؟ بيداش سي دي بيداش سي دي ما هي؟ بي سي داش فيها اكسبلور هذه لا مش بالضبط لا فرصة مدارة هي هنا زوز عادي لان في اوز خاش فيها زوز ان هنا خاش فيها بي داش سي دي وهي خاش فيها B. المحاضرة الجاية بنوقف شوية امتحان ما يجلك محاضرة ربطة يعني شنو نعرفه تو بعد ما حضرنا المنهج يعني شنو نستفيد منه في البداية المحاضرة اللي بعدها نحلوا آخر سؤال لأن السؤال الرابع أسينكرونس لا مش واخدين أسينكرونس يفضل السؤال الأخير أسئلة منكم أنتم اللي عندي سؤال السؤال الأخير كاونت طبعا الكاونتر مش حياخذ منا وقت هلا يفضل الوقت اللي عنده سؤال يوم الخميس بناخذ اخر سؤال ما في عندنا امتحان في الاخير خيال يعني
تبون منجيش منجيش لكن بس حد من الله. هو المنهج كملناه يعني. كأنه مراجعة من الفات.